انت نازله من بيتك بفرض وعباده لله سبحانه وتعالى. جميع البشر الباقيين هم الامر بالنسبه لهم مباح، ما بيعملوش حرام بس مباح، ليكي فرض. لما بنقول احنا عايزين لوايانا واحنا بنحط الدبوس ونازلين رضاك يا رب، الدنيا دي دنيا سجن المؤمن، ولكن هناك في الاخر جنه. والله ما سالت محجبه ولا سالت بنوته طلعت تقولك والله انا حاسه ان انا نازله مرتاحه. فما بالك بالمغريات اللي موجوده، وما بالك بالفتن اللي موجوده. طب بس اللعب، طب بس القصه، طب بس الحلقه هنا كده، طب المخنوقه والمشنوقه والمربوطه والسكيني مش عارفه، مش عايزه اكمل، انا مش عايزه اكمل خلاص. والبيزون بقى والهيصه الجميله بتاعت لا، كون ان انا قررت من جواك عن حب وعن اقتناع حسبة لله رضا لك يا رب. يا رب انظر الي الان، انا برغم الفتن واحنا مش شايفين الدنيا لسه صيف، يعني الدنيا امشي، مش عايزه اقول الاماكن اللي هنا عشان بلاش اقول الاماكن. وبصي وشوفي، احنا هنا النهارده جايين نعمل طاعه رقم 2 ومباح ونفرح كل من حرم زينه الله. مفيش، مش ده حلال ونفرح. ودلوقتي ده مش عايزه اقول لكم المرشده حبيبي هتعمل لكم حاجات تحفه جدا، وهناكل ونقعد مع بعض ونرضي ربنا ونفرح البنات. نيتنا في وجودي النهارده نفرح البنات. ياللي لبست الحجاب هنيئا لك، ياللي قررتي تحفظي، احنا كنا قايلين خاتمات معانا، خاتمات معانا نص القران وربع القران سبع اجزاء، ومعانا الصغيرين لخمسه، ومعانا سوره البقره واقول لكم سنها 8 سنوات وتقر ومان. طول في الزمن ده وانت بتعملي الطاعه، حتى لو انت شايفينها ده جزء ولا جزء، لا 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 لا. ليه؟ تعالوا بذكركم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش عايزه اطول عليكم كتير. حديث النبي عليه الصلاه والسلام، الواحد منهم ب80 منكم، فقالوا له يا رسول الله الناس اللي جايين بعدينا الواحد مننا ب80 منهم؟ قال لا، الواحد منهم ب80 من الصحابه. ليه؟ ده الصحابه، ده بتوع الجنه، ده المبشرين. معقول الواحد منا كده؟ لما يا رسول الله صلى عليه؟ قال لانكم تجدون على الخير اعوانا وهم لا يجدون. تعالي قابليني في الزمن ده بتاخدي بتاعه، نادر لو لقيتي صاحبه تقول لك تعالي تعالي نصلي، ما تيجي نرضي ربنا، ما ده بلاش، ده حرام، لا ده يفرق. لو لقيتيها امسكي فيها بايدك واسنانك، امسكي فيها كده زي راما كده، راما دي قلبها جميل جدا. صاحبك صاحبتها حاجه تحفه. فكرتني باخواتنا هناك، حبيبه مع فرقتها، ليلى مع مجموعتها، مش حد، انا هقول فاطمه بطل، احنا هحكي لكم، انا لازم احكي لكم الكواليس صراحه، قلبي وجعني، لازم احكي لكم الكواليس اللي حصل عشان تعرفوا قد ايه ان النهارده الحاجه دي معموله بحب، معموله بنيه، معموله باخلاص. ام احمد، ام احمد عايزين 50، بعديها ممكن تزودي 20، طب ممكن مش عارف حاجه، وربك مبارك. بقول لكم بشرف الاهل كده، يعني دعوه ورؤيه جميله، يعني كانت نازله برد وسلام على القلوب بهذا الامر. نيتنا رضا ربنا، فرض نور عباده، ان احنا نبقى من اهل القران، الله عز وجل يطلع علينا في زمن بنحيي فيه سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقت يعني فساد وهرج ومرج كاجر شهيد. عندنا هنا اهالي شهداء كتير قوي، الله سبحانه وتعالى يتقبلهم في الصالحين ويلحقنا بهم على خير، على رؤوسنا اهالي الشهداء وعلى رؤوسنا كلهم على راسنا. ربنا يبارك فيكم اجمعين، مش عايزه اطول عليكم، هنتكلم تاني ونقول